شلون ندخل السيرفر اني وانت وصديقك بطريقه يعني شلون اقول لك مجانيه يعني. هلا باعو باعو شلون جاي من بعيد، باعو باعو شلون جاي من بعيد، لك هلا. لحظه بس خلينا سوينا هسه صرنا بنفس الترايب. حلو هسه صرنا بنفس الترايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله طيبين. رجعت ياكم فيديو جديد وبشرح جديد ان شاء الله تستفادوا منه. شرحنا اليوم شلون تدخل انت وصاحبك بسيرفر واحد مجاني، يعني ما يحتاج تشتري السيرفر. طب الكل راح اشرح لكم على فكرة السيرفر وشلون وشنو الموضوع. فقبل لا نروح للفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك ويلا ليتس جو. اوكي حبايب، طبعا هسه مثل ما شايفين بيدي الايباد و قاعد اسجل حاليا من الايباد، وبالجهاز الثاني هم من راح نبدي تسجيل وشوفكم الطريقة. اول شيء للي يسأل عن السيرفر شلون، تجي عندك تدوس على بلاي ارك، عندك على اليمين بلاي ملتي بلاير تقدر تدخل له هيج. لكن اذا تريد تسوي سيرفر تدوس على ان اوفيشال سيرفر. من تدوس على الان اوفيشال سيرفر هنا تسوي ريفرش لما يطلع عندك سيرفرات تترك هنا مني. تجي وين هنا مكتوب عندك بالنيترادو اوبن اب تو رنت سيرفر. رنت سيرفر تأجر سيرفر، يعني مو انك تاخذه مجاني. هو اصلا كاتبك اسمه، هو اصلا كاتبك اسمه رنت سيرفر. والله ثقيل الانترنت يمي. صدق سؤال، شنو اقتراحكم بس الانترنت يصير زين؟ شنو اقتراحاتكم لو نسوي بالاسبوع مرة بث ارك؟ وراح اسوي اقتراح فوق وصوت عليه. بث ارك بالاسبوع مرة اسوي مرتين، يعني حسب الانترنت. ترى الانترنت مالي مقارنة، عندي بثوث على صفحات ثانية مو ارك، بثوث ببجي قاعدين نسوي. لكن بث ارك نسوينا بالاسبوع مرة هيك على حسب الانترنت، لان هسه حاليا الانترنت عندي خربان. اوكي. من تضغط على نيترادو دبر يحولك على الصفحة مالتهم، الصفحة على الويب يطلع لك هاي القائمة. أول شيء عندك هذني القائمة اللي قدامك، دودو رابتر تيريكس الكوستم. الدودو شنو هو؟ إنه يفتح لك سيرفر. لحظة، هاي وين الدودو؟ ليش صورة ريكس باقي؟ قلتش. المهم يفتح لك سيرفر $5 لست أشخاص يلعبون بهالسيرفر، و 30 يوم مفتوح لك السيرفر. اي 6 اشخاص و 30 يوم مفتوح السيرفر. زين نرجع على بيك اوفر. الرابتر ال 12 شخص، 12 صديق، ال 30 يوم تقدر تحدد شو اسمه انت، الفرانكفورت او باع شنو، اوروبا باع وين، انت تحدد السيرفر. عندك التي ريكس 20 لاعب يلعبون اصدقاء ب $14 ولمده 30 يوم السيرفر باقي. نجي على الكاستم. الكاستم هذا هنا فكرتك من اني مثلا اني اريد اسوي لكم سيرفر، هنا اجي هنا احدد لكم مثلا السيرفر وين، امريكا لو اوروبا فرانكفورت وين. هنا بهاي القائمه ننطي نيكست، تجي على هاي القائمه. اني هنا اريد اسوي لكم سيرفر كالواعيب. اوكي اقل شيء انا اريد اسوي مثلا 50 لاعب، خلينا يعني اريد ادخل الواعيب كوم، اريد ادخل بالسيرفر مالكم، ما ادري شنو. اذا اريد نسوي سيرفر مال متابعين كامل، فمثلا اريد اسوي 50 لاعب، حددت 50 لاعب. حلو، شوفوا السعر ازداد عندي، صار $30. 50 لاعب $30 ل 30 يوم. زين اريد ازيد اني مثلا اسوي 90 يوم السيرفر يبقى، يريد من عندي $84. اذا سويته سنه كامله السيرفر يبقى سنه كامله، مثلا الفلوس راح يصير $300. زين اذا ثلاث ايام بس، يجي ثلاث ايام نبقي و50 لاعب، $7. زين بهالثلاث ايام شو نسوي احنا؟ لا تلحق التيم، لا تلحق تلفل شيء. راح نلقى فكره زينه لها. ال 30 يوم 50 لاعب $30، ممكن انه نسوي، ممكن لا، ما متاكد لحد الان. احتمال شوف، كل ما انت هنا شوف، كل ما تزيد العدد كل ما يزيد السعر. حاليا مطفرين يا ولدي، مو مال شو اسمه. اذا 100 لاعب
$52.58 دولار يريد لمدة مثلا سيرفر مال 30 يوم. اذا نسوي مثلا 100 لاعب يب هنا تخلي معلوماتك وهذني الشغلات ولوج ان تنطيله، بعدين يحولك لوج ان على تشارج اكونت تدفع فلوس دفع مالك فيزا او باع شنو ريكوايرد تشارج كورينت بالانس انت صفر عندك يقول لك مثلا تشارج يقول لك خلي شوف تشارج اكونت وهذني تشحن الحساب مالك وتدفع، بعدين من تدفع تخلص الاوردر يحولك على الاوردر وهاي الامور يعني شغله بيها فلوس فلوس الشغله بيها فلوس نعم. فيب خلونا نرجع على الطريقه المجانيه احسن. شو تسوون بالسيرفر تشترون وهذا؟ اكو فكره حلوه اصلا لاقي يعني عبالكم لعب. اوكي حبايب هسه راح نرجع على طريقه شلون ندخل السيرفر انا وانت وصديقك بطريقه يعني شلون اقول لك مجانيه يعني تلعبون سوا بطريقه مجانيه يعني لا تدفع ولا شيء. نجي هنا على بلاي ارك مندوس على ان اوفيشال سيرفر ندوس على بلاي ملتي بلاير سوي ريفرش. اوكي لحظه تنتظر شويه اول ما يدخل قائمه السيرفرات تنتظر شويه ويفتح عندك السيرفرات اللي تسوي حتى لو مكتوب قدامه علامه البرايم بلس ما عليك هذا الشيء ما ياثر يعني مو شرط انه انت يكون عندك لازم يكون عندك البرايم بلس لا مو شرط هذا ما له تاثير يعني احاول هسه افتح السيرفرات قائمه السيرفرات بالجهازين. اوكي بهاي قائمه السيرفرات ما ادري شويه تاخر عندي فتح القائمه يعني بسبب الانترنت ثقيل كلش يعني هاي القائمه تقدر مثلا تحدد هنا حدد البي في بي حلو والديفيكولتي تريد تسوي ميديوم على حسب السيرفر السيرفرات اللي ميديوم يطلع لك وهنا السير شو اسمه السيرفر اوروبا اسيا على حسب بينك ادخل انت هسه مثلا هذا على اسيا يقرا يم البينك 49 كلش زين كم لاعب 50 لاعب اللي مجونين بي 21 نحفظ اسمه او اخذ له سكرين اخذ سكرين وحدد اللي انت دخلت له السيرفر اللي انت دخلت له مثلا دخلنا على هذا فندير يا ريف ما ادري شو اسمه هذا تضغط عليه تنتظر شويه شوفوا بسبب ثقل الانترنت عندي شو اسمه ما جاي يفتح عندي شوفوا معلومات السيرفر ما جاي يفتح عندي هسه يلا فتح اوكي التيمز 2000 حد الان 164 تيمز مسوين ستراكتشرز 100 كي يعني فول ستراكتشرز عنده حلو عندك هاي معلومات قدامك مال شو اسمه مال السيرفر هذا شو تسوي تدوس جوين راح يجون عندك هنايا ايش قلنا احنا تاخذ سكرين وتحدد السيرفر اللي انت راح تدخل له هذا السكرين شو تسوي دزل صاحبك وخلي صاحبك يفتح ايضا نفس الشيء السيرفرات الاونلاين خليه يفتحها بي في بي يسوي نفسه مثلك ميديوم روح على سيرفر اسيا حلو أوكي. طبعا حدد هنا يا السكين مالك خلي نسوي لفد علامه يدل على انه هذا اللاعب احنا خلي كل شيء نزود بيه لا مو لهالدرجه دون بلاير ما ادري شنو اسمه بلاير ما اعرف شنو وما ادري ايش سميته انا الرسبن وين دائما الرسبن بالمكان اللي احنا خلوه هذا الريسبون هيك بعدنا ما منطينا ريسبون نجي على الجهاز الثاني بالجهاز الثاني ايضا قلنا نروح وين كسندريا ريف ما ادري شو اسمه تدوس عليه وتطيله جوين انت طيت له جوين هنا اوكي تمام جوان هنا يور برايمال باس هذا هيك ايضا راح يفتح لك نفس القائمه مال الاصدقاء يم صديقك كم راح يفتح هنا راح نسوي اللاعب ابيض والشعر خلي نسويه اصفر على مود يبين انه احنا داخلين جاي اسوي لكم هذا الشيء على مود هذا راح نسويه
خلني نسوي هيك، هذا راح نسوي ضعيف، نطيله دون، خلي الرسبن بنفس المنطقة، الرسبن بنفس المنطقة. اوكي هسه رسبنا، نايس نايس. واو مرسبنين قريبين على بعض يا ولد، مرسبنين قريبين. هسه اشوفه وين بالضبط. هسه هذا هنا خلي نجي هنا يم هذا البيت. اوكي نجي يم هذا البيت ونجيب الجهاز الثاني همينا، نجيب الركض يم البيت اللي احنا يمه. اوه بعيد، يلا نوصل نوصل. ذاك هو ذاك هو اللاعب مالي لك. هلاو اشلونك؟ اوه بس لا لا احد هنا احد. هلاو باعوا باعوا، شلون جاي من بعيد؟ باعوا باعوا شلون جاي من بعيد؟ لك هلا. لحظة بس خليني نحول المنظور. هلاو هاي هاي قايز. شوفوا حاليا اوكي دا تشوفون شلون هسه قلنا، دا تشوفون شلون قدرنا ندخل سوا، بس دا تشوفون علامة احمر طالع لين عن هذا عدوك. بس نرجع هنا هيج ياب. اوكي تقدرون تحجون هنا من القائمة، او تقدرون انه مو تحجون من القائمة، شغل الديسكورد واتصلوا واحجوا سوا وانتوا داخلين اللعبة وتحجون من الصوت اللي يمكم، فهذا الشيء احسن لكم اذا تحجون من الديسكورد. فيب وبهاي الطريقة احنا قدرنا ندخل سوا، قدرنا ندخل انا وصاحبي سوا، وتقدرون تجونون واحد الاخ رابع، بس ما ادري حسب السيرفر هذا الترايب ايش قد محدده، مثلا الكلان الاشخاص اللي يدخلون الكلان ايش قد محدده ما ادري. يعني اوكي تدخلون كلكم سوا، لكن ممكن ما تصيرون سوا كلكم، ممكن اثنيناتكم تصيرون اصدقاء، الثالث يصير عدوكم. حلو اوكي. هسه انتم دخلتوا سوا، انتم من دخلتوا سوا، هسه اذا اجي لحظه بس خلينا نحدد ان الاعدادات كنترولز سمول بوتنز، خلينا نسوي نطلع بالقائمة. هسه اذا اجي اضربه بوكس راح يدمجه، راح يدمج اللي قدامك، راح يدمج هذا صاحبك. شوفوا دمج قد نزل 84 نزل. اوكي شلون هذا الشيء نلغيه؟ تجي هنا يا انت ويم صاحبك فوق على اليسار، شوفوا طالع لكم فوق على اليسار يم الجنطة ترايب اوبشنز ريكويت الدعوة الى ترايب، النيو ترايب تسوي. هسه ايش صار؟ اها شوفوا احنا هسه من سوينا ايش اسمه الريكويت تو تراب تو ترايب سوينا له دعوة، نجي هنايا خلنا اشغل لكم فيديو هم هنا تسجيل هم هنايا، خلنا اشغل لكم تسجيل بالجهاز الثاني هم على مود يتوضح لكم احنا مو سوينا الريكويت تو ترايب. نجي هنا على نفس القائمة ندوس راح شو اسمه مات الدعوه مالته، يمكن هسه نقول له دعوه من جديد، دزينا له دعوه. شوفوا الدعوه ما تطول ترى يمك ثواني ويروح، انت باثناء هذا دوس عليه من جديد اكسبت، تعطي له اكسبت. ايش سوينا؟ هسه صرنا بنفس الترايب. حلو هسه صرنا بنفس الترايب، الادمن مال الترايب يعتبر هذاك اللي ارسل الدعوه. هسه اذا اجي دمه 99، هسه اذا اجي اضربه يدمج، والله يدمج. لا هذا الفريندلي فاير هم ما لاغينه، هم ما لاغين من السيرفر الفريندلي فاير. فالمهم صاروا بنفس الترايب، والديناصورات مالتكم هسه نفس الديناصورات اللي تيموها سوا، يعني مو واحد يتيم الا وهذا الا، لا انتوا بنفس الترايب هسه. فيب هذا شيء رهيب والله. حتى نقدر اكو فكره ثانيه مثلا نسوي، انه نسوي لكم مثلا طريقه ندخل نخبث على سيرفرات، شو تقولون؟ ندخل سوا كلنا نحدد في المكان في اليوم احدد لكم ندخل كلنا بالسيرفر نفسه نلتقي نجمع هناك، وهلا والله هلا هلا نجمع نتيم اي واحد نشوفه قدامه تعال ابلع ابلع. والله شيء رهيب ترى، شيء اسطوري. اوكي حبايب وبهاي الطريقه تقدرون تدخلون انت وصاحبك تلعبون سوا بسيرفر، اي سيرفر كان تقدرون تدخلون سوا بيها، بس مجرد انه تعرفون اسم السيرفر وسوا تدخلوا لها
وبهاي الطريقة تقدرون تلعبون أكثر من واحد سوا بدون ما تروح تسوي سيرفر أو تشتري سيرفر. فأكو أفكار حلوة نسويها إذا ندخل سوا على سيرفرات وأي نطب ونخرب هاي الأمور، إن شاء الله نسويها سوا وأقول لكم عليها. فيب لهنا وصلنا معكم نهاية المقطع، أتمنى تكونوا استفاديتوا شيء، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وأشوفكم بالحلقة الجاية ومع ألف سلامة.